تعالوا بقى نعمل النهارده جرانيتا الفراوله بالريحان. فراوله، تلج، عصير ليمون، عسل، شرايح ليمون برضه هحطها كده، شريحتين كده كفايه، ورق ريحان او نعناع، كل واحد على حسب ما يحب، ممكن ما يحطش خالص، بس اللي بيحب الريحان الوصفه دي بالنسبه له هتبقى حلوه جدا، واللي ما بيحبهوش وبيبقى عايز ياخده عشان قد ايه الريحان مفيد، الوصفه دي من الوصفات اللي هتبسطه. خلاص كده. بصوا بقى انا عملت ايه، حطيت هنا شرايح الليمون عشان عايزاها تبان كده من الكوبايه، هبتدي احط الجرانيتا، احطها بالمعلقه عشان بس ايه هي تقيله شويه. بس جرانيتا الفراوله بالريحان وشرايح الليمون مع التلج والعسل الابيض،